فضيلة الشيخ وسؤالي بس إن أنا كنت قريب جدا من الله، وفي فترة من الفترات أرجح قلبي ما بين القرب إلى الله وما بين البعد، وحاسس إن في حاجز بيني وبين ربنا، عايز أرجع زي ما كنت. مش عارف حضرتك تنصحني بيه. أنا يعني صلاتي بصراحة مش منتظم، بصلي فرض وأسيب فرض، بصلي اليوم مثلا 5 فروض، مش عارف في حاجة بعدني عن ربنا وأنا مش عارف أقرب له. الوالدة موجودة أخ معتز؟ الوالدة موجودة؟ نعم فضيلة الشيخ. أمك والدتك موجودة؟ والدتي موجودة الحمد لله. معاك في عجمان ولا في مصر؟ لا هي أنا مغترب، هي في مصر. كيف علاقتك بها؟ والله طيبة، علاقتي بها طيبة الحمد لله، أنا بر بها والعلاقة طيبة، يعني ما بزعلهاش، ما بتصل بها بسأل عليها. الوالد؟ يعني الوالد موجود والله الحمد لله. شو الوالدان؟ الحمد لله. أقول الوالدان بابان عظيمان لله، فأول ما يتفقد الإنسان نفسه في حالة وجود قسوة في قلبه أن يتفقد حاله مع والديه، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا وجد الإنسان في قلبه قسوة وتفقد حاله مع والديه فغلب على ظنه أن شيئا كبيرا، عقوقا كبيرا لم يقع، يتفقد قلبه مع مساكين حوله إن كان ذات يوم قسى على أحدهم. الحالة الثالثة، يتفقد قلبه في كثرة ذكر الله، فإن ذكر الله أعظم وأجل القربات. الله عز وجل يقول ولذكر الله أكبر. ولا يلزم أن يكون الذكر مما يسمعه أو يراه الناس، لكن كل أحد له خلوات، فإذا كان في خلواته يذكر الله أو على الأقل يحب أن يذكر الله ولو قل الذكر، لكنه هو في نفسه يحب أن يمجد الله، يحب أن يعظم الله، يحب أن يدعو، يحب أن يستغفر، يحب أن يقرأ شيئا من القرآن في ثناء الله عز وجل على نفسه. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء، سبحانه هو الله الواحد القهار. الآية التي في الدرس مثلا اليوم، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، فقول الله عز وجل عن ذاته العلية وما مسنا من لغوب، هذا ثناء عظيم من الله عز وجل على ذاته العلية. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى آخر الآيات. الله ختمها بقوله ذلك تقدير العزيز العليم. فقراءة هذه الآيات ثم لو قدرت يعني أن تحفظ شيئا منها، 3-4 آيات تقرأها بإجلال، ثم تضع المصحف في مكان طاهر جانبا يعني في مكتبتك، ثم تقوم تصلي بالآيات التي حفظتها 2 ركعات خفيفة، تقرأ فيهما تلك الآيات التي لتوك قرأتها ووقر في قلبك إجلال الله، إجلالك لله فيها. فهذه إن شاء الله تعالى مما يجعل العبد قريبا من الله. أسأل الله أن يردنا وإياك إليه ردا جميلا.